من رفح الفلسطينية ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر. بشير، أبرز ما تكشف نتيجة التصعيد الإسرائيلي الأخير على جبهات ومحاور عدة. تحية لكم. يعني دعنا نبدأ بالحديث عما يجري الآن في محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة. هذه المدينة التي تشهد توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور في داخل هذه المدينة. أبرز هذه المحاور هو محور محيطي مستشفى مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر، حيث عاودت الآليات العسكرية الإسرائيلية محاصرة هذه المباني وتقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه أبنية هذا المستشفى وتجرف باحات مستشفى يعني ناصر الطبي في مدينة خان يونس، كما تقوم بإغلاق يعني بوابات مستشفى الأمل بالسواتر الترابية وتطالب المرضى والأطباء المتواجدين في داخل هذه المستشفيات بضرورة إخلائها. إضافة إلى ذلك، تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتفجير عدد كبير من المنازل في محيط هذه المستشفيات، وهو ما يسمى دوي الانفجارات بين اللحظة والأخرى في مدينة خان يونس، ناجمة عن يعني قيام الاحتلال بتفخيخ المنازل والمربعات السكنية وتفجيرها. أيضا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وتحديدا بلدة عبسان الكبيرة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المواطنين، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين على الفور. بالإضافة إلى ذلك، لم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة وتحديدا المنطقة الشرقية لرفح ولخان يونس والمناطق الشرقية لحي الزيتون وبلدة جباليا في شمال قطاع غزة. أيضا المناطق الغربية لقطاع غزة لم تتوقف فيها الزوارق الحربية الإسرائيلية عن استهداف الشريط الساحلي خان يونس ودير البلح في المحافظة الوسطى، كان لها النصيب الأكبر من هذه القذائف. إذا انتقلنا بالحديث عن المحافظة الوسطى، فقد قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المقار التابعة للبلديات، بلدية مخيم البريج وبلدية بلدة الزوايد، أيضا تعرضتا للقصف والتدمير. وهو ما يريد الاحتلال من خلال قصفه لهذه المقار هو تدمير البنى التحتية وتدمير يعني كل الخدمات الحيوية التي تقوم بها هذه البلديات من أجل إيصال المياه والكهرباء وتسهيل سبل العيش في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. لذلك هي تقوم باستهداف هذه البلديات وتدميرها. الحديث أيضا عن مدينة غزة والشمال، مدينة غزة وتحديدا محيط مجمع الشفاء الطبي الذي لا زال يتعرض إلى قصف إسرائيلي من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في مدينة غزة بشكل عام، وتقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه أبنية هذا المستشفى، كما تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير عدد كبير من المنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي وتحديدا في حي الرمال ومنطقة ميناء غزة إلى الغرب من هذا المجمع. كذلك حي النصر تعرض إلى قصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، مما أدى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والإصابات جراء هذا القصف العنيف. جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا في أقصى شمال قطاع غزة لم تتوقف فيها المدفعية الإسرائيلية عن قصف هذه المنازل والمناطق بشكل عشوائي، يعني والتي تساقطت هذه القذائف يعني كما ذكرنا بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى حالة واسعة من الدمار. العدوان الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، نحن نتحدث عن قرابة 6 أشهر من العدوان المتواصل على قطاع غزة من البر ومن البحر ومن الجو. شكرا جزيلا لك من رفح الفلسطينية مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر.